أقوال مرشربل ليش الناس نازل نزول ودرب السماء طلوع. هالجملة الكبيرة يلي قالها القديس شربل الكبير اليوم نحن عم نبني عليها نهار بكامله. اليوم نحن عم نبني عليها درب بيمرق من أول لبنان لآخر لبنان. اليوم نحن بنهارنا بدنا نفرح، بدنا نكرم القديس شربل، بدنا نكرم لبنان، لأنه لما بيمرق درب صلاة بكل مناطق لبنان هيدا هو تكريم لبنان الكبير، تكريم لبنان بقديسينه. شكر لأنه هاللبنان الصغير هالقد فيه قديسين هالقد كبار. اليوم نهارنا نهار صلاة، اليوم نهارنا نهار روحاني بامتياز، ولكن نهارنا هو منه نهار بس لطايفة وحدة، هو نهار لكل الطوايف يلي عايشة مع بعض بلبنان، لكل الطوايف يلي يمكن بجربوا يخلفوها مع بعض بلبنان، ولكن بقوة القديسين وبقوة القديس شربل هالأرض أرض القداسة هي أرض لكل الناس. نهارنا اليوم هو لدرب مرشربل. هالدرب رح ناخد تفاصيله كلها مع ضيوفنا يلي مؤتمنين على هالمشروع. هالدرب يمكن ما رح تعرفوا قدي رح يكون عن جد عنده صدى، إن كان روحاني أو حتى بإنماء لبنان أو حتى وطني وعالمي بلبنان. رح ناخد كل التفاصيل من ضيوفنا يلي نظموا هيدا النهار الحلو ونحن منشكرهم طبعا عليه. رح نلتقى بناس القديس شربل عمل معهم تغيير جذري بحياتهم. شفاءات مرشربل هي مش بس بلبنان، شفاءات مرشربل هي بكل العالم. هالقديس يلي حب انه ينزوي عن الناس، يلي حب انه ما حدا يشوفه لانه بده يضل بس مع ربه، هالقديس هو يمكن أكثر إنسان عرف على وجه الكرة الأرضية. لإلك مرشربل اليوم بعيدك منقلك إن شاء الله بتكون صلاتك على كل الناس وبركتك على كل الناس، وإنت يلي بتقول أنتوا صلوا وأنا بسمعكم. أنا اليوم بهالنهار بقدمه لشخص خيو بقلبنا، وبدي اقول له يمكن هاي اول مره بقول على الهوى، يا رب يكون معك ومرشربل اكيد بقلبك، لانه نحن عشنا مع مرشربل ونحن عايشين مع مرشربل كل يوم وكل دقيقه من لما كنا صغار لليوم. لهالشخص يلي هو حبيب قلبنا كلنا بالعائله بدي اقول له هيدي الحلقه على نيتك، وبدي لكم مشاهدينا لكل شخص اليوم هلا بهاللحظه يغمض عيونه يحط ندره ويقول أنا اليوم مع هالحلقة ومعنا ومن خلال شاشتنا رح أوثق وآمن ويكون عندي الرجاء الكافي إنه أقدر أشفى، إن كان من وجع النفسي، إن كان من وجع الجسدي، إن كان من أي تعب أنا عندي إياه. اليوم رح نغمض عيوننا كلنا، رح نضوي شموعنا ورح نشتغل سوا.